الله رايته يسعد لي اوقاتكم حبايبي بقلبي، كيفكم؟ بتمنى تكونوا كلكم بالف خير. انتوا عم تشوفوا فيديو اليوم، فيديو اليوم يلي شاف امبارح شفنا كيف حشينا هالفروجام، يلي واحد دبدوب والتاني عامل ريجيم. دبدوب لقلب والادمي فقير لقلب. ليه انت بدك تدبدوب؟ حياتي نحن بناكل الضعيف. هلا اليوم يا مرت عمي بدها تعمل الرزات، الرز ما بده شيء. عم حبيبتي بدي اعمله بمرقة الفروج. نحن حكينا بيطلع اطيب. هلا بنحط سمنة بكعب الطنجرة. بسم الله الرحمن الرحيم، بنسمي بسم الله وبنحط. ما يقولوا سمنة كثير، ما يقولوا زيت زيتون، ما يقولوا مزعل كثير. عم حبيبتي لانه رز ناشف بلا لحمة بحاجة نحط له سمنة. معك حق. شفتي كيف؟ بسم الله حطينا بتقولي شي ملعة ونص تبعت أكل هيدي. تمام. هلا بنشعل الغاز عليه ونسمي بسم الله. ابعد لك طنجرة الفريريج لورا؟ لا ما ضروري يا عم حبيبتي، خلينا نستوى على هذا. هلا بنحط بنعمل الرز هون. بس شو ريحة؟ شو ريحة؟ يعني أنا ما فيني أوصف لكم. حبيبتي عناك ليستوى نتفة بس. عن جد جعنا وجعتي لي قلبي. جعنا. تعا وجعتي لي قلبي، تعا دوقي لي إياهم يا شاطرة إذا بتريدي. تبارك الرحمن. ليكي هاللون ليكي. الله يبارك الله يبارك. قبل شوي اجا مودو قال يا تيتا بدي اكل جاج. شم الريحه. قالت له عمهلك لقيستوه. عم حبيبتي اعملي معروف ضيقلي زومتك. لك الف طلب مثل هالطلب. بعد امرك انت بتأمري، انت بس قولي لي يا ليلى دوقي. بركي نطرتني. يعني هلا يعني عم تقنعيني بعلك وردي. لا خلي محافظ على شكله. بسم الله يا مرت عمي كثير طيبين، بس ناقصهم شويه ملح. جيبي عم حبيبتي يلا بسم الله. قولي حطي إيه؟ انا بقول لك حطيهم بدهم ملح بس خلاص. هول هن هلا بيقولوا يا تي حطيتوا ملح. هو على الكاميرا ببين كثير، بس عن جد على فكره ملحنا ما بملح، ما يعني قد ما نحط بنرجع بنزيد بعدين. بحرنا ملح خفيف. اذا منو من بحرنا؟ اذا بحرنا ملح خفيف. من بحرنا هيدا؟ اذا منه منو مستورد؟ عمو حبيبتي حتى بحر برا يعني في ملح. بحر برا ما في ملح بالمحل. نشفنا البحر من الملح. ليكي سمني عم تجوب. شفتي يا شاطره ليكي قد سمني ليلوشه. غبشت يعني الكاميرا حبيبتي. شوفوا ليكي شموا لدوق. شفتي قد قولي عن مرت عمي شموا لدوق. طيبين نتفه ما يكون سمنه كثير يعني. يلا ها انا غسلت الرزات. ما فيها شعيريه القصه. لا ليكي ليلى في ناس بتحط لحمه مع الرز. انا ما حطيت لحمه مع الرز لانه في عندنا ناس ما بتحب اللحم المفرومه. انا ما حطيت رز بالفروج، حطيت لحمه ابدا. بتعرف هيك طلعت يلي شاف فيديو امبارحه. أيوة. بيشوف كيف مرت عمي ما حطت ولا نقطه رز بقلب الفروج، حشته باللحمه والمكسرات. صحيح. ومع الرز ما بحط لحمه كمان. مع رز يعني. عمو حبيبتي وفي شغله مهمه. تفضلي. اذا كان عرايس جداد مبتدئين، عروس وعريس، ايوه، او عندها شي ولد في ما بتعمل رز حره، بتكون معبية فروج رز ولحمة على كيفه. بتحط مع التابلت الحشي الدجاج بتحط رز. نعم. وبتخيطوا وبتطبخوا، بتشيل الفروج المحشي رز ولحمة بتحطه مثل ما هو وبتاكلوا هيك، بتنبسط فيه. بس إذا عيلة. إذا عيلة لابد من الرز. بدك كذا فروج. أكيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عم حبيبتي غسلت الرزات. بسم الله الرحمن الرحيم. عملت 4 كمية الرز حسب عدد العيلة. يعني بس المهم كل كباية رز بده كبايتين مرق. بسم الله الرحمن الرحيم. مباشرة هيك فوق السمنة. شموا الرواية شموا. كل حبة رز عز. عز. والبرغل. شنق يا حرام على البرغل. شنق حوله. والله هلا ما بقى يشتق حوله. والله هلا البرغل كمان عز. وحبيبتي يا والله كل شيء صار عز، كل شيء عز، كل شيء. مرت عمي هلا بدك تحطي المرق؟ الله يبارك يا زلمة العيش. بجيب لك الماج يلي قست فيه الرز؟ ايه اكيد عمو حبيبتي. هذا هو يلا ماني معرفة. هذا الماج حطينا منه نحن اسم الله 5. بسم الله الرحمن الرحيم. هو كل كباية رز كبايتين مرق. بنسمي بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله. بعبيهم عنك؟ لا بسم الله. وحدة بسم الله. يعني نحن 5 كبايات رز بدهم 10 اكواب مرق. هول 2. طلعت حبة هيل وحبة قروف. أطيب. والله تيجي صبيعك هلا. أربعة. عم عدوا. عم ضيعك بالحسابها. 5. لا ما قلتي 10. 7. 6. دخيل قلبك. وين صرنا خربطت؟ 7 هلا 8. 7 لا 7 هيدا 7. أكيد؟ إيه. يلا. 7. 8. 9 10 حطيهم على مرق كتار يا مرت عمي.
بس انت ما عم تعبي الكبايه، ما عم تعملي حبيبتي هلا بتحطي، بدك تحطي كبايه على ظهر البيعه. ما حبيت معقوله؟ ايه لانه ما عبيت الكبايات. يعني 11 11 على كفيلتك؟ على كفيلتي. بدي شاطره بالرز يعني. ايه الله يعطيك الف عافيه. شايفين قد ايه ضل مرق خير الله، يعني اللي عباله يشرب المرق تاعه حده موجود. اسم الله الطنجره، الله يبارك الله يبارك. اما حبيبتي بتقولي ما بدهم ملح على كفيلتي؟ ايه ما بقى بدهم ملح على كفيلتي. ليه مرت عمي حطيت 12؟ على اساس انا شاطره بالرز؟ كمان شاطره ما وثقت بمعلوماتي. انا كمان نظريتي فيه كمان النظريه هي الاساس. اكيد هذا الزيت يا شاطره انت. مصليين على الحبيب المصطفى. هلا بنغطيهم من المعروف. تفضلي. ها؟ غطيناهم، سمينا بسم الله. اكلتنا جاهزه. شايفين الرز ما بده شيء. ما بده شيء، هلا بس يغلي بننوص الغاز تحته. هلا الغاز قوي تحت الرز. صحيح. هذه شغله مهمه. صحيح. بس يتكتك ويعمل زرار ننوص تحته. ونسكب ونقعد بناكل بقى، لأنه خلص. نقعد شو بنسمي؟ نطف قلبنا. صحيح. أنت. أهم شيء أنا. خلص الرز. استوى الرز. بسم الله الرحمن الرحيم. تعي شمي هالريحه تعي. اسم الله اسم الله. تعي شمي هالريحه تعي. بشهي. كل حبي واختها يا مرت عمي. هلا ذوقي الطعمه انت. هلا ذوقي الطعمه هالريحه. الريحه تتكلم. يا شاطره. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله. وحياة عيني. تتقدم لملوك. وحياة عيني. لك يا مرت عمي عن جد يعني بعدني عم قول بقلبي لك الله يطول لي بعمرك وعمرك ونضل ناكل من تحت دياتك ومشاهدينك يا رب يا كريم واهلي يا عمري انت وكل محبينك. بسم الله. يعني صحيح انا امي بعيده من غير شر. الله يطول لك بعمرك والله يجمع شملي فيها ويجمع شمل كل الاحباب ببعضهم يا رب العالمين. بس برجع بقول بغيابها انت امي هون. اي الله يطول لك بعمرك عمو حبيبتي كلنا اهل ان شاء الله. انت بنتنا يا عمري. انت بنتنا. عندي ثلاثة وانت اربعة. عندي اربعة وديك خمسة وديك السادسة. عمو حبيبتي انت. حبيبتي. بسم الله الرحمن الرحيم. يخزي العين. بسم الله. كل حبة واختها. بسم الله الرحمن الرحيم. خلص حاجتهم انا برأيي ما هي. يا حفيظ احفظهم. يا حفيظ احفظهم. لا بحملهم على الطاولة. بحملهم انا عني. لك ما بتنطرني. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. الله يعطيك الصحة والقوة يا رب. ان شاء الله كل لقمة عافية وكل لقمة هنا يا رب يا كريم. طريقة مرت عمي بالفروج المحشي انا بلاقيها يعني طريقة منفردة فيها انت يا مرت عمي. طيبة. عم حبيبتي طيبة. ما حدا هينة. لكم مرت عمي شو حابة تدوس؟ حياتي. بسم الله الرحمن الرحيم. بحس هيدي الطريقة أنا لسه ما شفتها لا بفيديو ولا عند حدا تاني. بحس طعمتها هي النكهة الحقيقية الدجاج المحشي الأصلي للدجاج المحشي. بسم الله. يلي منه غالب عليها أي نكهة تانية. هذا دبدوب. هذا الدبدوب. بسم الله. لقيتك فنان يا حرام. بسم الله بسم الله. لأنه استوى يا ولدي عليه. بسم الله يا ولدي عليه. يا ولدي عليه. بسم الله الرحمن. هذا النعوم. هذا العمل دايت. هذا لا. هذا انا ما لي علاقه فيه. انا عامل دايت. اه والله. منا من جماعه الدايت. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ليك. وهذا الصوص او المرق مع عصره حامض. يا ليل يا عين. يا ليل يا عين. ها. حبيبتي هلا اذا بدنا ناكل بنسحب الخيط. بنسحب الخيط ببين علينا قلب بطننا. بنحط رز ونشيل من قلبه. مرقت سيارة الإسعاف يا لطيف. لطيف. الله يرفع البلاء. الله يرحمنا. بنرفع الخيط. بنرفع الخيط ببين علينا الحشوة اللحمة والقلوبات. بنعبي رز وبنحط قلوبات على الطاولة. بس طبعا مرت عمي قالي قلوبات كمان على جنب. على جنب. هلا اللي بده بيزيد. هلا حعبي زيت مرق ليلى على الطاولة. ايه بدي اسألك مرت عمي يعني غير المرق شو بيتاكل حده؟ عمو حبيبتي فيكي تعملي زيت سلطة خس وبندورة. فيكي تعملي جنبه خس على الحلب. خيار اللي بده ذوق بس انا بفضل المرق مع الحامض وانا كمان انا ذوقي مثل ذوقك عن جد يعني كاسه مرق مع عصره الحامض. بسم الله الرحمن الرحيم. هي اطيب شيء. لاقي هلا ليلى شيء بتحسي المرق عائد مش مش معقد. هلا بس ابره هلا بس بتشوفي بيجمل يعني اطيب واطيب دول كاسات بنحط فيه مرق يا اللي بدو عمو حبيبتي. هلا بجيب حامض طيب. يلا انا بجيب. وهذا الحامض عصرة حامض. هذا الصحون اللي بدو يقول بسم الله.
لكانا هلا الجمهور والشعب العربي كله ناطر يعمل هجوم على المطبخ يا مرت عمي. اكيد. ف حجهز الصحون انا مع مرت عمي ونجهز الطاوله وبلكي بنرجع لكم بعد الغداء. اكيد. بسم الله الرحيم. هعمل لك فنجان قهوه تناسب عيلتك ونضيقتي. بدي اقول لك بحياتك وانك ضايقتي هالمره عن جد. واطيب شي فنجان القهوه بعد هالغدا الطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. هالغدا الملزلز. امين برقبتك يا ليلى. وحياة الله. امين طيب ولا من طيب؟ والله العظيم يا مرت عمي. امين يعني برجع بقول انا ما بحب احلف انه على هيك اشياء بس يا مرت عمي ناكل ما نشبع. ناكل ما نشبع. نقمي طيبه خفيفه لك. الرز بتقولي كانه قطن. طيب خفيف. شفتي الدخفيف ولا الجاج رايح نيفا. اي والله كثير انبسطنا. خلصنا وضبينا السفرة على قلبك حبيبة قلبي. ضبينا السفرة وجلينا الجليات ليكو الطنجرة هونيك وضبينا الجليات بالدكك ورجعنا كل شيء محله. وهلا عم نعمل فنجان القهوة اللي هي فرض واجب بعد الغداء. ما فيكي. ابدا. والله اذا بطعميكي البقلاوه ما بتنبسطي غير فنجان. الا فنجان القهوه. ما بتنحس بزيارتي. ابدا. حبيبه قلبي. احسن من الشاي، اسكتي يا عم شاي. كلي يلا دلق القهوه خير، يلا عنكزي عنكزي. كنا رحنا فيها. يلا ها. وكالعاده مرت عمي بتعمل القهوه والشاي على هذا الغاز الصغير. حبه ليلى، ما بتعبني، مطب ليكي ها. حسه قدامي مطب. طيب اعملي كل الطبخ عليه. لا ما بتحمل طنجره هيك تخمها زايد عايل عيب. عم كان بيقول العطش هالحجه عندها غزونة عيد حيت عيب. واحلى فنجان قهوه. فنجان الي وفنجان الك بس. تفضلوا هن على كله واعديني قال. هن واعديني اذا اجوا على لبنان بدهم يجوا لعندي يشربوا فنجان قهوه. لك يا اهلا وميت سهلا. يا اهلا وميت سهلا. هلا بيقولوا عملتوا اكل ما شاء الله بطعم فيلق وبيعملوا قهوه بتقلى فنجانين كيف زبطت؟ عمو حبيبتي ما نركب اليد. لا يلي اكل تسهل الله معه راح. صح. بقي انا ويكي بالساحه. ضلينا بس انا ومرت عمي. والله ما ضل حدا بالبيت، البيت من غير شر فاضي. سكوت. مسحنا الارض، نظفنا الارض، المجله، الجليات. وهلا قعدنا راسي وراس حماتي حبيبه قلبي. احلى شيء لما بقول حماتي حياتي. نقعد انا وياها نشرب هالفنجان القهوه بهدوء. والله هلا بترتاحي معي على الاخر على الاخر. ولك انا لو ما برتاح معك انا بيجي شيء بضلني ملتزمه بيتي. اهلا وسهلا. انا قولي لي كل يوم تعي بقول لك سكنيني عندك. لا زبطيني بعد. سمعتوا؟ لا بنام عند حدا ولا حدا بينام. الكنه بتترجى الحمايه سكنيني معك. الحمايه بتقول لا ابدا. حتى لو بدي ممنوع. حتى لو بدك ممنوع. بتنام هي وزوجها ببيت اولادها وبتنامي انت جوزك ببيتك واولادك. وخلصت. وهي القصه كلها. اما حبيبتي ما فيني فسد حدا. ايه والله ما افتح مجال الكن تنام او البنت تنام. ما بيعود يتكنسوا. ما بيقدروا يتكنسوا. خلي كل وحده ضاب باولادها وجوزها الله يحن عليك. خليكم ببيوتكم احسن. يجوا لعندي زياره اهلا وسهلا فيهم. المنساء عن البيت بحطن على راسي. هدول وليدي، هدول بناتي، هدول كنيني لك بناتي. الله يطولنا بعمرك. كنيني وليدي اهلا وسهلا فيهم. بس نوم خط احمر. هن سالوا هن عم يسالوكي انه مين بينام مع مرت عمك بالبيت. ايه هلا احيانا بتنام بنتها الكبيره احيانا. قولي لا الاولاد ما بتستقبلهم كل واحد عن مرته. ابدا بس حسب انه هلا بنتي الكبيره لانه ما عندها اولاد تجي لعندي لحالها. صحيح. بنبسط فيها انا وياها بالبيت. انت بتكرهي عجة الاولاد؟ اكيد ما فينا. اها. البنت الثانيه زوجها غاب. طب انا بترك اولادي بترك اولادي مع جوزي وبجي لعندك. حبيبتي انت انا ما بريد كمان. كمان هيدي غلط. بيجي كمان هيدي غلط. كمان غلط. انت ما بتركيني اصلا. حبيبه قلبي الله يطول لي بعمرك. بس من عليهم بشوفهم بالنهار بشوفهم على طول. نحن على طول عند عم بتشوفوا انتو يعني يوم ايه يوم لا يوم ايه يوم ايه اليوم ايه وبكره ايه وبعد بكره ايه. هلا بالنهايه ما بيجي غير نحب. اكيد مرت عمي نحن لو ما بنعرف انت بتنبسطي فينا ونحن بنرتاح عندك. ف واضح كل شيء واضح. هلا مشان اقول لك اهلا وسهلا فيك يا ليلوشة. تكرم عينك يا ليلى. اهلا وسهلا فيك يا ليلى. احلى فنجان قهوه لعلي. بسم الله الرحمن الرحيم. ها صلى على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن. وعلى آل النبي. ها اربي طلع لك كل الوش.
شفتي حظي شو حلو؟ صحتين الحمد صحتين لله والله من قلبي صحتين والله. ايه والله يسلم هديت. خي ياك اثنين على الوش الاثنين. ايه لك عن الوش للوش يا مرت عمي. انت صحة وعافية صحتين على قلبك. في على ويجي شربوا معنا قهوة يا ليل يا ريت يا مل العين. شو قهوة دوقي عن جد طيبين دوقي. عم دوق والله عم بشرب طيبين كثير كثير. حزري هالقهوة شو بدهم؟ صحتين. بدو صينية جاتو؟ يا مين حبيبتي يا ليلى. صينية جاتو من تحت دياتي أنا هالمرة. الجاجات من دياتك والجاتو من دياتي. أما حبيبتي عندي حلوية زبيب جاي عبالي. لا 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 والله جاي عبالي. الله بخير والله. لا والله جاي عبالي. أنا حجبتك قولي ما تستحي. بحياتكم شايفين هيك كني. جبينتك هبترد ميت أنا بعرف أنا. دخيل قلبها مرت عمي ما فيني ما فيني أحكي كلمة قدامها. إلا إجباري بدها تقوم وبدها تجيب الحلو. بتعرفي بيت السبع ما بيخرج من العظام تبني. إنه ما فينا نفتح تمنا نحن بكلمة؟ يا مرت عمي ليه هيك عذبتي حالي؟ عميلي دوقي لي هيدا. لك ليه هيك عذبتي حالك؟ ليه هيك عذبتي حالي؟ لك ليه؟ شكلها مش تقبري قلبي. هلا تحلي على كيفك. يلا يا شاطره يلا. ها لك الله يطول لي بعمرك. بعمرك صحتين حسيتي جاي على بالك حبيبه قلبي. حسيت منظر بشع. هي اي والله عن جد غير شكل عمي. لما اكلتي استحلي والله يا مرت عمي. الله يجعلك دايمه والله يسلم هديات. وتحلينا وتسلينا وشربنا القهوه والله يسلم لي هديات. حبيبتي ما دقتي شيء ما دقتي البحر والله بزياده. هي هالقطعه ما بعرف هي قلبها تمر ومن برا صمصم. اكثر شغله انا بحبها حقيقه. اكلتها حد هالقهوه وانبسطت فيها. تقبري قلبي والله يسلم دياتك. برجع بالك يا مرت عمي. كانوا الدجاجات كثير طيبين. الدجاج المحشي وعن جد نصيحه مني جربوا الدجاج المحشي على طريقه مرت عمي. تاكلوا صبيحكم ورا من الاخر. مرت عمي احكي لهم نحن كيف اكلنا. اما حبيبتي احكي لهم احنا بايدنا صرت اعمل الرز هيك واكله. لا مستحيل اكلنا بالمعلقه. ما فسخنا بايدنا حياتي. بس عن جد من قلبه رب من قلبه رب. كانوا اكلنا وكانوا طيبين كثير الله يسلم دياتك. لكن يا حبايب قلبي انا مع هالقعده الحلوه مع هالفنجان الحلو الفنجان الطيب فنجان القهوه انا بنهي الفيديو تبعنا لليوم هون. وبدي اقول لك كمان الله يسلم دياتك. وبتمنى من كل قلبي ضلي تعزمين على هيك اكلات طيبه ودياتك وتكرم عيني وعين مشاهديني. الله يكرمك. اهلا وسهلا فيكي يا لالا. اهلا فيكي. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تضغطوا على زر اللايك واكتبوا لي كومنتات حلوه لست الكل. انتم ما بدكم توصايه. مرت عمي بتقعد بالسهره بتقرا كل كومنتاتكم. هي قاعده بتقولي مرت عمي عمو حبيبتي انت ما انا بعمل جوك حتى ينبسطوا. صحيح. انا مخصبيني انا بضحك وبرخي كلمات لحتى افرحهم لحتى طرحنا. بس فعليا انت كتير مهضومه. شيلك عن التصوير بدون التصوير وبدون اي شيء. انت كتير مهضومه يعني انا من قبل التصوير وقبل هيك كنت اتمنى بس تقلي ايه تعي ليلى اليوم يعني يكون عندي عيد اليوم تعي يعني اذا مريضه بصح اذا تعباني ما بيعود بني شيء. ترتاحي عن مرت عمي كثير تنبسطي. اي والله انا كمان يعني بحبكم. الله يطول لي بعمرك حبيبه قلبي. فاخر شيء بدي اقول اذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تضغطوا على اللايك والشير والسبسكرايب تنكبر هالعيله الحلوه اكثر واكثر. وبحبكم كثير يا احلى عيله بكل اليوتيوب. وما تنسوا تكتروا الكومنتات الحلوه لست الحبايب. الله يطول بعمرك يا رب. وملتقانا بفيديو جديد باذن الله وبطبخات طيبه جديده ان شاء الله. باي مع السلامه مع السلامه.